سيد وليد، هل نجحت إيران باستراتيجيتها المراوغة في كسب نقاط جديدة مقابل يعني من الممكن أن نقول أنه فشل أمريكي في إخضاع إيران؟ أنا لا أعتقد ذلك، أنا لا أعتقد ذلك. الحرب مستمرة بين واشنطن وطهران، والحقيقة الحصار الاقتصادي هو فعل حرب يعني، ولكن حرب بطريقة أخرى يعني. نعم. والملفت بالأمر أن الجمهوريون بواشنطن يعني يعتمدون استراتيجية الديمقراطيين في علاقاتهم يعني مع إيران، في حين أن الأسلوب التقليدي الجمهوري هو أسلوب كاوبوي يعني، وجيوش وحروب مباشرة وإلى آخره. أنا أظن أنه قبول إيران مناقشة الملف النووي هو يعني مقدمة التنازلات في مسار طويل عريض من التنازلات التي سوف تقوم بها لتطبيع علاقتها بالغرب وبواشنطن على وجه التحديد. ولكن سيد وليد، يعني هناك حديث وتصريح من وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن ناقلة النفط الإيرانية التي حجزت لفترة في مضيق جبل طارق أفرغت حمولتها في الشواطئ السورية، وكذلك قامت إيران بعمليات استهداف للأراضي السعودية واتهمت الولايات المتحدة إيران بذلك، وحتى هذه اللحظة لا نجد أي خطوات أو يعني محاولات لمعاقبة إيران حقيقة، يعني معاقبة حقيقية لإيران. هل هذا يمكن وصفه بأنه نجاح لإيران باستخدامها لاستراتيجية محاربة الآخر عن طريق الوكالة؟ سيدي، النصر لمن صبر يعني. الحرب كر وفر، ويعني لا يمكننا يعني أن نبني نظريات على يعني واقع يعني محدودة المفاعيل. نعم. لا وزن لها في على مستوى موازين القوى الدولية. هذا أولا. ثم إيران يعني هي نظرا لمفاعيل هذا الحصار، هي بحاجة لتطبيع علاقاتها بالغرب وبواشنطن وبالمحيط الإقليمي أكثر مما الحقيقة. إذن كيف تفسر تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه هناك إمكانية واحتمالية كبيرة للبدء باتفاقيات وتفاهمات بين الولايات المتحدة وبين إيران؟ نعم، هذا ممكن، طبعا هذا ممكن، ولكن ضمن شروط. يعني أنا أعتقد بأنه يعني من ضمن الشروط الحقيقة هي أيضا تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني يعني. هو ليس فقط الملف النووي وليس فقط يعني العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ولكن هناك إسرائيل في المنطقة، وأمريكا يعني تمارس هذا الضغط يعني أظن أنا هي نفسها تحت الضغط اللوبي اليهودي، وهي تمارس هذه السياسة وفقا وانسجاما مع تمنيات اللوبي الصهيوني والسياسة والمصلحة الإسرائيلية في الإقليم.